اليوم غادي نعاود لكم على واحد المغربية شرفاتنا في الخارج، لا فعلا شرفاتنا أحسن تشريف. دارت مصيبة ما بعدها مصيبة. غتسمعوا معايا هاد القصة اليوم، واحد الجريمة غتكونوا سمعتوا بها لأنه ماشي بعيدة هادي باش طرات. المهم نعاودها لكم أنا بطريقتي. اليوم بغيت نجرب واحد الوصفة قال لك جابونية، ولكن جابونية حلال، لأنه ملي قرأت الوصفة فيها داكشي نتاع الروز داك الشراب نتاع غنديرها حلال، المهم داكشي اللي عندي غادي نستعمله شي مشكله يعني الدجاج وداكشي. المهم الا صدقات وعجبتني راه كما ديما نخلي لكم الوصفه، ولا ما عرفتيش نخلي لكم سميه الوصفه وقلبوا عليها في اليوتيوب باش نجيكم من الاخر. قلبوا عليها، نخلي لكم غير سميه الاكله اللي عجبتني وشوفوا الناس اللي كتفهم في هذا الشيء وخرجت ليها واعره باش تشوفوا من الاصل. ما انا ديو عليا انا تربحوا بكري. المهم القصة ديالنا كيفاش تبدأ. هذه واحد المغربية عايشة في الإمارات، ايوا هو نورمالمون قال لك هاد لاصوص وهاد الخليط تتخلط عاد باش تحطو فوق الدجاج، ولكن انا عجزت ومع عادي نفس النتيجة. مش كندير فيها هكا، قال لك العويدات اللي بغيتي دير فيهم هاد لي بروشيت هاد زعما ديال هذا كنخشيهم في الماء. معنا بغيت نخشيهم في الفران، دونك خشيهم في الماء باش ما يتحرقوش ليك. هاد الصراحه هاد لاستيس انا ما كنتش عارفاها لينا. المهم ما عليناش، انا خرجت دابا على الموضوع. هاد المغربيه سيدي عند في الثلاثينات من العمر، هي كتخدم في الامارات، تخدم كوزينيه هي شيف. المهم في الكوزينه كتطيب في شي اوتيل ولا شي حاجه بحال هكا. تعرفت على واحد المغربي حتى هويا في العشرينات، بين قال لك بيناتهم في العمر شي جهد 10 سنين هكا، هو في العشرينات وهي في الثلاثينات. تعرفت عليه، قال لك هذا المغربي يلاه كان جا الامارات، يعني باقي ما عنده لا اوراق لا خدمه لا حتى شي حاجه، جا الامارات جا عند خوه اللي قديم تمايا. قال لك تعرف عليها ولا كيجي عندها للدار، ايوا والسيده خدامه كتصرف عليه وهذا الشيء اللي بغاها تجيبها ليه، ها الحوايج ها التليفون مع سيدي، وعطاتو الفلوس باش يخلص. قال لي عندي شي كريدي داكشي اللي البيه ديال الطياره والمصاريف باش جيت الامارات، راه باقي الناس يتسالوني الكريدي. عطاتو الفلوس باش يخلص الكريدي اللي عليه. دازو شهور هكا، السيد خوه واحد النهار تعيط ليها قال ليها لانا واش خويا ما شفتيش ما كاينش معاك، انا راه كنعيط ليه شحال هذا ما كيجاوبنيش، ولكن راه دابا راه داز شهرين وصرف، وراه الوراق ديالو بغا يكملو، ديك الورقه ديال الفيزا ديالو راه غادي تحرق وما غاديش غادي يدخل في مشاكل الا بغا يصايب الوراق من بعد الا حرق الفيزا. ما عرفتيش فين؟ قالت لي لا لا شحال هذا ما شتوش. قال لي هو اللي رانا خويا هضر لي عليك، واخا انا ما عمرني شتاك وهذا الشيء، ولكن خويا قال لي راني الا ما الا تلفت عليك راه غتلقاني عند هاد السيده. قالت لي لا، قالت لي فعلا كان عندي شحال هذا، ولكن شحال هذا انا ما باقيش شفتوش. صافي الدري صافي شك. المهم انا رجعت معاكم هنايا، راه خاصني نخليه، قال لك خليه واحد ربع ساعه مينيمو، انا خليته مشى للبوليس علم ان اختفاء خوه، سولوه على زعما فين يقدر يكون شكون صحابو هكا. قال لي راه فلانه هي اللي كان كيمشي مع كيمشي عندها للدار. شكون هي هادي؟ هي فلانه بنت فلان، راه خدامه في الفلوطيل فلان فلاني، ايوا راه هي اللي كان تيجي عندها وراه كان ساكن معاها واحد المده. مشاو عند هذيك السيده سولوا في الاوتيل، يا سيدي انا خدامه هنا وهكا، تاكد انت ما كتعرفيش السيد فين مشى؟ لا شحال هذا انا ما شفتوش. متاكده سيدي؟ قال ليها غادي تسمحي لينا نديرو التفتيش في دارك؟ قالت لي هي مرحبا علاش يلا دابا نيت. شوف شوف الجهد ديال هاد السيده هادي، شوف صافي مشات هكا حسن. مشات معاهم للدار، دخلوا للدار داروا التفتيش بشويه، واحد من دوك البوليس اللي داخلين كيقلب طاحت عليه يقلب الروبو ديال هادي الطحانه ديال اللحم هذيك الماكينه، مشى قلبها حتى تبان ليه في الموس ديالها لاصقه سنه، ويدير هكا تيشدها هكا، يا سنة ويلي سنة ديال بنادم هادي. صافي بدات تقفقف السيدة،
ملي داروه مع ديال خوه، الدم ديال خوه، لقاو لا داين نفسو نفسو، يعني هو السيد هذاك. صافي السيدة، لا الاعتراف، ما بقى لك غير تعترفي. فين درتي السيد؟ قتلتيه؟ فين درتيه؟ وجب السنة ديالو للروبو. قالت ليهم نعاود ليكم الفيلم كامل، قالت ليهم فعلا هذا السيد كان معايا، واخر مره كنجى عندي كنهضر معاه تنقول ليه انايا امتى غادي نتزوجو، امتى غادي نتزوجو، وهو تيقول لي كيتهرب مني، كل مره كيتهرب مني. صافي ملي لقيت انا قلت ليه اشنو المشكله وهكا، قال ليها شوفي انا راه ما باقيش غادي نجي عندك، لانه فعلا انا ما غاديش نقدر نتزوج بك، لان انا بغيت نتزوج وحده خليتها في المغرب. شكون هادي؟ هادي واحد السيده انا كنبغيها وراه هي اللي بغيت نتزوج بها. هي قال ليها هو هكاك، شداتو جابت موس من الكوزينه، وهي تبقى تضرب فيه بهذاك الموس، تضرب فيه بهذاك الموس حتى فضات معاه. ايوا ملي قتلاتو وبقات الجده قدامها، السيده معقلت لكم راه هي الشيف، ايوا فكرات في هذاك الشيء اللي كتفهم فيه، اش ما اش مشات شداتو فصاتو، فصلات ليه اللحم على العظم، خرج هادشي من الفران ورجع معاكم. المهم هادو وجبتهم من الفران، قال لك ما يتحركش العود، تحرك واخا فزقناه معليش حنا درنا اللي علينا. المهم نكمل معاكم القصه. اسيدي هذيك المراه اللي فضات مع السيد قلت لكم بدات تفصص فيه، شداتو بقات تفصص فيه تفصص فيه، هادي خصني نقد راسي، كتفصص فيه تفصص فيه، شتاتو كامل العظام كلهم دقاتهم، داكشي دوزاتو في الماكينه وطحناتو طحين، طحناتو كامل 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 كامل، ما خلاتش والو. هو قال لك ملي لقاو السنه في الماكينه ديال الطحانه، باين على انه الراس تا هو شداتو فرشخاتو وطحناتو تا هو، يعني ما خلات والو، باش ما بقاش هذاك السيد ليه لاطر. ايوا ملي قالوا ليها وملي درتي هكاك فين رميتيه؟ قالت لهم الصراحه انا ما رميتوش. ايه اش درتي؟ قالت لهم انا ملي طحنتو رديتو كفته. ما شاء الله يا ربي يا ربي، كتخيل انا الوضع وكتخيلها هي وكدير في هذا الشيء. ايه درتيه كفته؟ ايوا. قالت لي مشيت عند الجزار وشريت اللحم بزاف ديال الكيلويات، كتشد كل كيلو ديال اللحم ديال البقري وتخلط معاه جوج كيلو ديال اللحم ديال هذاك السيد. وعلاش درتي هكاك؟ ما تقوليش انك جلستي كتاكلي فيه. قالت لي لا لا ما قلتوش. قالت لي بصراحه بصراحه كاينين هنايا جيراني في العماره اللي قدامنا كيبنيو، كاينين الخدامه تمايا واحد الباكستانيين كيبنيو في هذيك العماره، وانا طيبت هذاك اللحم قلت لك وديته ليهم باش ندير حسنه. قلت لك وهي كتهضر مني تتبدل لك باش ندير لاجر، باش ندير لاجر عطيتهم تصدقت به هذوك. صافي فليباهم مشا جابوا هذوك الباكستانيين مساكن، تاكدوا على انه فعلا دات الماكله طيبتها ودتها. قال لها اللحم كامل، قالت لي كل اللحم كل نهار كنطيب وكندي ليهم ياكلوا في سبيل الله. وقال لها هادشي كله درتيه بوحدك؟ قالت لي بصراحة في الاخر اضطريت على انه نعيط لواحد السيد خدام معايا في الاوتيل في الكوزينة، حتى هو مغربي هو اللي عاوني في هادشي ديال التقطاع وهادشي، ولكن هو صافي راه مشى للمغرب ما كاينش هنايا في الامارات. ويلي 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 على شهدنا، وشهدنا شوها، شهدنا شوها، نهار باش بغينا نديرو الاجرام خارج البلاد فتنا كلشي، فتنا البشر كاملو العالم كاملو. هادي راه جريمه يديروها حتى هي في الافلام، ولا يديروها في شي فيلم امريكاني ولا شي. السيده تحاكمات تما في الامارات، دابا تقريبا هادشي طرا شي 3 سنين ولا 4 سنين ما عرفت، ما باقاش عقلت. صافي حكموا عليها بالاعدام، نتوما عارفين الامارات راه فيها الاعدام، حتى هي كاع دول الخليج تقريبا فيهم الاعدام. دابا كنتخيل عائله داك الدري
واخا يكون ضحك عليها، واخا يكون ماشي هذا ماشي هذا، وقتلتيه كاع قتلتيه، وما تدينيش هاد الحالة هادي. والله العظيم انا بقيت القصة ديك الساعة راه درت بوم، اكيد كلشي غادي تكونوا عارفينها ولا سمعتوا بيها، سمعتوا شوية تشاش منها ولا شي حاجة. ما عليناش، القصة ديالنا سالت هنا. طيارة خدت الجزاء ديالها، غادي يوصل النهار ديالها غادي تعدم فيه. هذا انا ما كانش تعدمات، وهذا الشيء حنا غادي ندوقوه باش نقول لكم هذه الوصفة واش ناجحة ولا لا، واش تلا كديروها ولا ما ديروهاش. لا والله حتى زوينه. غادي ندير لكم السميه كما قلت لكم، ما غاديش نكتب لكم الوصفه، انا غادي نكتب لكم غير سميه الوصفه، وانتم قلبوا عليها في اليوتيوب، شوفوا الناس الواعرين المجاهدين اللي كيعرفوا يطيبوا خذوا من عندهم الوصفه بحالي بحالكم غادي يكون. المهم الفيديو ديالنا وصل للنهايه ديالو، ما تنساوش ليا لايك وكومونتير وتشاركوا معايا في القناه ديالي. شكرا لكم.